خبرنا التاني من وزارة التخطيط اللي أعلنت عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 لتصل إلى 11.3% مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. الوزارة أعلنت في بيانها أن أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة، واللي وفر حوالي 40% من فرص العمل، وتبعه قطاع النقل والتخزين اللي وفر حوالي 29% من إجمالي الفرص. البيان أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عبر زيادة معدلات النمو ودعم وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل، مع توفير الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.